القمة الأفريقية الأوروبية كان لها حصاد ومخرجات بالنسبة للجانب المصري، بالنسبة للدولة المصرية، بالنسبة للاقتصاد المصري. أحد أبرز هذه الأمور أولاً تعظيم عرض الفرص الكبيرة للرئيس السيسي اللي عرضها يعني أمام هذه الدول، وجذب استثمارات، فتح أسواق، إبرام اتفاقات وتفاهمات كثيرة، تطوير وتفعيل التعاون التجاري بين مصر وهذه الدول، وبالتالي كل هذا بيؤكد حتى يعني حتى على المستوى الغير الاقتصادي، المستوى الأمني والمستوى السياسي. يعني رئيس بلغاريا يعني أشار في لقائه مع الرئيس السيسي عندما قال أن مصر تعد ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن أوروبا تنظر للشرق الأوسط من منظور أن هذه المنطقة هي منطقة مضطربة، منطقة صراعات، حروب أهلية، أزمات، هجرة غير شرعية غير مشروعة من الشرق الأوسط من أفريقيا. وبالتالي في هذه البيئة المضطربة أوروبا أصبحت في مرمى تداعيات سلبية لهذه المنطقة، سواء الإرهاب أصبحت يعني في مرمى العمليات الإرهابية، أيضا يعني تعاني من الهجرة غير المشروعة، من عدم الاستقرار، وبالتالي هناك مصلحة أوروبية مباشرة وحيوية في تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة. كيف يمكن تحقيقه؟ من خلال التعامل والتنسيق مع مصر كاعتبار الدولة المفتاحية التي لديها تجارب عملية في مواجهة كل هذه الأزمات والتحديات في متعلق بيئة الإرهاب، من خلال الرؤية المصرية والمقاربة الشاملة، المواجهة التنموية والسياسية والاقتصادية والأيديولوجية التي نجحت في القضاء على الظاهرة الإرهابية. وبالتالي هنا الغرب بدأ يعني يتماهى ويقترب ويقتنع أن الرؤية المصرية في مواجهة الإرهاب هي الرؤية الأنجح، لأن الغرب كان يركز على فكرة البعد الأمني، الازدواجية في التعامل مع التنظيمات الإرهابية ما بين معتدلة وغير معتدلة، توفير بيئات حاضنة له في الغرب، توفير منصات إعلامية. بدأ الغرب يكتوي عندما انقلب السحر على الساحر، بدأ يتراجع ويتراجع في موقفه ويذهب إلى من لديهم خبرة ولديهم تجربة في مواجهة الإرهاب. ولذلك كان دائما أوروبا تعتبر الآن أن مصر لديها ركيزة أساسية في التعامل مع الإرهاب. أيضا في قضية الهجرة غير المشروعة، مصر دولة نجحت في تحقيق ما يسمى صفر هجرة غير مشروعة عبر أراضيها، عبر الحدود المصرية.